تبت انت البواقي نعم البواقي تبس الجلفه مدية يكون خنشلة اما كان تخبرون سلاف سنت سنيني وتوزيع وطريق النظام خبران سلاف الحالة حاله نتهناوس اذا كان ضو ذوينا يلين سوزان 50 كيلومتر اي جن ذوينا يمشي والموجعه والموجع تواض غار سنا 2 مترات اي كمل الما تفجري والولايات تاعنا تمسات ناقص واحد تاعنا تمسات الجزائر ثمان ناقص تدل صفون ثيك في كايوس جي جيجيرسكي كدا عندنا يبكذو الزون قلا ذكيظ نو نكشو مغاري غار فازن سفيدي دو حريش نطرف قاذي ثو فير ذا غار فازن من زون نسين يسويرون يكو ثلاثة ذي بالمهيدية يكو صور الغزلان يكو سبعة ام شتويون وضوضون غار 400 أرثولا خالد شدار على تويك عند خمسمائة وخمسين مدرسة ابتدائية 129 وعشرين متوسطة و وخمسين ثانوية بالنسبة للمؤسسات المقرر استلامها هذه السنة سيتم بحول الله فتح ثانوية على مستوى القطب الحضري بالمهدي متوسطة بنفس القطب مدرستين ابتدائيتين على مستوى مدينة البويرة واحدة بالقطب الحضري بالمهدي واحدة بعد 2000 واحدة بسور الغزلان حيث تم تجهيزهم بالكامل وهم على أتم الاستعداد لاستقبال التلاميذ كذلك فيما يخص الإطعام المدرسي تم تسليم من طرف مديرية التجهيز لولاية البويرة سبع مطاعم مدرسية ونعدي غار ثوريقين <applause> ببغميس وشيثين يمسو البطاطا ذي قزو غار نلحمدنا وادي الجمعة ذي الولاية غليزان سكثو غالين غار دفير نو سفر نلغلاء سبع نوايا ذي الغياف حمزة زرق يوك حامي دعوتي ما يزري أردوغان نراي في اللحن يتزون البطاطا سل خير مقرون أسق وساقيا وجاردنا صبون وسفاركيا إميا سبال لغياف بمان حنا في اللحين كنا نخدم البطاطا ووسنا ما كاش الماء والعام اللي فات فاني البطاطا الزق والاولى واللي موراها ما لحقناش الماء ما لحقناش الماء جات رقيقه مهما دير السومه وما خرجناش فيها خاص جات رقيقه وكل احنا نخدموا نقولوا ديروا هذه بالك منا بالك ربع آلاف ولا 5000 نخدم السنه ما كاش دونك حنا كنا نخدموا حنا الفلاحه والغاشي اللي نخدم عندنا تاكل كسره السنه لا إحنا لا خدامه ثقنا فينا ان الحاص في الفلاحين اذفرونت وسندفنا في فراث وكنا ديوغا الوحري شاكيا اكن وما خير كل عام تنقص كل عام تنقص كيما السنه قطار ما كاش قطار ما كاش حاجه تربي معليش انا حاجه اللي تجي عند ربي رانا قابلينها مين طلبوا من الدوله باه دير تخطيط ودير تدور بالفلاحه تاعها قال الفلاحه اللي طايق شعل يدير كل واحد يدير له حسابه قال عندنا كنا نديروا في سبب من وادي الهيو السيدي خطاب كانت تفلح 2000 3000 هكتار قال يديروا غير 300 ولا 400 هكتار 500 ويعمروا لنا هذا الباسر ونخدموا نديروا 100 هكتار واحد يدير ربعه واحد يدير خمسه واحد يدير 10 ونخدموا ونسالوا في الانتاج سي فراس ايو غو نغي ذيني لا سلع جلان واغي ايو كنا نيو سفار وسفرنا البطاطا ذي وصفار السواق ديان دي يكوز السواق اغنى انا ديمة ديما ذي فلاح تثغل ثغي وانت رحبات ذي الولايات نتبتنت ذيك سكوسين غاليون غاليو ومضيق مقرن سفار لو فيانا تازي زاوت واغي قدار ناس لي قدار 12000 قنطارا ذوك سكوس سعيد حريقه يك حميد عوادي تكلتني ذوك سكوس نقيا ينقولا ثغالا ثمناتنا رحبات ذي الولايه نتبتنت غاريو ومكان نظام ضيق نوزون لوفيان <applause> ثازيك زاوث ويقيا سال جهود نيف اللحن الخير اي هاتين واخي يا ربي العالمين تخي وشي الخير ونشهد ما ديرو قا تسترزقني خدام عندها مغرب شتا ويخدي خدام عندي تقريبا خدا خمسين خدام خمسين خدام تكسنت الشهر تا الشهر كل الشهر هذه 40 كيلو يسترزق سمية ألف شكون تلاقي ويشدها ما دي غرسه غرسي العايلة سبعة غن ثمانية يخدم سمية ألف لو بيان شاش قوسه لاباس لاباس ومية تنقص قلي ماشي يعني الغلة ثمية تنقصها ولاش يعني وتصريح شاد دواوات ما نخدم دواوات نوزل نوزل ولكن ما تنجحش ونفهمش ما الجو بالك شي الجو يبدل وبعد بعد ظهور المياه الجوفيه في هذه المنطقه وبفعل نقب مديريه المصحف اللحية الذي يخص هذه المنطقه وكذلك المشروع المخصص لنقل المياه من هذا البئر الى جميع المزارع شهدت المنطقه نمو واصبحت المنطقه الاولى على مستوى ولايه بتنا في انتاج المحصول بمنتوج يفوق 12000 قنطار وبمردود يتعدى 200 قنطار في الهكتار من منتوج اللوبيا الخضراء. في قدشن اللحن في اللحن، اللحانه في قدشون ناس نديوين تدريمس الناس زياده نحنا راكم تشوفوا انا نخدموا في اللوبيا وهذا هو المصدر الوحيد اللي نسترتقوا به يعني خبز الحلا كما يقولوا بالرغم من أننا متخرجين من الجامعه ماستر دو في الادب العربي مين لا غالب الخدمه ما كانش 10 وخمسه نخدم 100 الف بيوس اجورني 100 الف با؟ <applause> المهم بعد خمسة وخلاص متى قلنا تخم اللان اللان لان وذا نخدم من ده يعني مليح من حكمنا مان وحكمنا فوراجنا ما دي ولاش ولاش هو مان ولاش لوبيا خدموا فيها الناس فقراء الزواليا كل يخدموا فيها هترى ما الشارع راه حبس هنهضر مع وما من الماء ما عندهمش الرزو هنا ناقص حنا نجيو نخدمو هنا عندنا منها في القديش نتفلاح فلاح ثم قرون في فلاسي فلاح اقف غاني في الديون يمضبر تاعنا ناس مسالت ويقي وسنرني ويقي ونسافر كي يكود سفارينس غال سواق اذيان يكود اغناون وسالي رسالة ناس ولا فينا كي راهي شبحان واثنت اميون ثرفاتي وثنات سدة ذوكم راح نت العوانة ثلاثة إيغي لسان دي جي جل أديرون غار لان ذق وقورن يزرين نتسولة فيني شبحان ثلاثة إيغي سن ذي الولاية انجي جل أيمن عبد الرحيم يورات سويك بولادة ثلاث أشبال جديدة الولادة كانت طبيعية بدون أي تدخل والآن هي في صحة جيدة وتتغذى طبيعيا من الأم ديالها كما كما عندنا ولادات جديده في سن في النعام لم اوستراليان وعندنا 3 انديفيدو سولا فينا في حنا حالنا الصباطا سدنا ورا كاع بارمي سات مزيغ في الصبحيت بوسي كي سيري درافتي زعما تمز جديده سالي تمرنا الجايه ودنا على البيل النهار منصتكم الاشهاريه اختر منصتك لاعلان إشارك اول موقع اخباري في الجزائر تويتر انستغرام فيسبوك يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا